اليوم عندنا مهنة حرفية من أبد التاريخ وهي موجودة، تطورت على مر الزمان، واليوم صار منها ناخذ أثاثنا، منها ناخذ ديكوراتنا، وكثير من التفاصيل اللي موجودة في حياتنا. من الأصوات أعتقد واضحة اليوم حلقتنا عن النجارة، ويبقى السؤال: هل السعودي يقدر؟ قلناها مهنة من عبق التاريخ موجودة، يعني أكيد الكل يقدر يمتهنها، واليوم هالصنعة داخلة في كل تفاصيل حياتنا بشكل مباشر، ومنتجاتها منتشرة حولنا في كل مكان. هالشي يعطيك انطباع عن كمية الفلوس اللي تيجي من وراء هالصنعة. ومثل ما تعودتوا، حنا هنا ما نعتمد إلا لغة الحقائق والوقائع والأرقام، وأجرينا مسح سريع للسوق داخل مدينة الرياض ورجعنا لكم بالتالي. رأس المال اللي تحتاجه لتأسيس ورشة نجارة متكاملة بأدواتها ومكاينها وموادها، بالإضافة إلى إيجار موقعها، ترى ما يكلفك أكثر من 50,000 ريال، ومعدل الربحية فيها يا جماعة يوصل لضعفي قيمة التكلفة، يعني 200%. مهنة النجارة من المشاريع اللي صعب جدا تخسر إلا لو كان الشخص اللي ماسكها مو ملتزم أو غير مهتم.